وأكد القرار الصادر عن هذا الاجتماع على قرارات مجلس الجامعة السابقة ذات الصلة، وتقديم كل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وأكد المجلس على مواصلة دعم الجهود الفرنسية والعربية والدولية الهادفة لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية، ودعم المبادرة الفرنسية بدءا بعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية في 3 يونيو 2016، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام وخلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وذلك وفق المرجعيات الدولية والقانونية بما فيها القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ووضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة. ثانيا، إعداد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 27 والمزمع عقدها في نواكشوط بجمهورية موريتانيا الإسلامية خلال يوليو القادم. أقر المجلس مشروع جدول أعمال القمة، وذلك تنفيذا للقرار رقم 8001 الصادر عن الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، الدورة العادية 145 لمجلس جامعة الدول العربية، والتي ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو 2016. النقطة الثالثة، الموضوع الثالث، هو تطورات الوضع في ليبيا، حيث قدم دولة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني آخر المستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق السياسي الليبي من أجل الحفاظ على سلامة النسيج الوطني ودحر الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في ربوع دولة ليبيا الشقيقة. وتم التوصل إلى قرار لمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، أهم ما ورد فيه هو الترحيب ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، واعتبار قراره رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية. أيضا الترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها قرار رقم 2259 والقرار رقم 2278. أيضا تم التأكيد على رفع أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة أجمع، والتشديد على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لا يتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. أيضا التأكيد على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية. والنقطة الأخيرة، الطلب إلى معالي الأمين العام مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي
من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة. أما النقطة الرابعة والأخيرة كانت تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، حيث أكد المجلس في قراره مجددا على استمرار دعم الشرعية الدستورية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، كما أكد على أن على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 22/16. تم التأكيد على الموقف العربي الداعم لمسار الحل السياسي الجاري في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، وتوجيه الشكر وعميق التقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لما وفرته من أجواء إيجابية وما تبذله من جهود لإنجاح المشاورات، والتأكيد كذلك على المرجعيات المتفق عليها وما تم الالتزام به من أجندة في أجندة بييل السويسرية، وعلى النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الأممي السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد والإطار العام واللجان المشتركة، وعلى أن الأولوية هي للانسحاب من مختلف المناطق والمدن وتسليم الأسلحة وإخلاء مؤسسات الدولة قبل أي شيء آخر. إدانة ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية من الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه في المشاورات بدولة الكويت وتعمده المماطلة والتلاعب حينا وتعنت حينا آخر، وتم تقديم الشكر لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على ما يبذلونه من جهود في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن. هذا ما تم مناقشته والتوصل إليه من القرارات الأربعة. إذا تسمحون لي أن أعطي الآن الكلام لمعالي السيد نبيل العربي الأمين عام لجامعة الدول العربية لتوضيح ما يريد توضيحه، ومن ثم نأخذ الأسئلة منكم. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الرئيس. الواقع أن معالي الوزير غطى كل الموضوعات التي أثيرت اليوم. لو كان لي أن أضيف شيء، هي الواقع يمكن أوضح نقطة متعلقة بمبادرة حكومة فرنسا بالدعوة إلى عقد اجتماع في 3 يونيو حول فلسطين، وده نابع من اهتمام فرنسا الحقيقي بضرورة تغيير الموقف الحالي. حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، لم يسبق أن شهدت إسرائيل أو العالم كله مثل هذه الحكومة تتخذ إجراءات طول الوقت لتوسيع الاستيطان بطريقة غير مقبولة، وهو ما يخالف القانون الدولي وما يخالف قرارات الأمم المتحدة. في الوقت نفسه هي اللي عطلت في إبريل من عام 2014 نجاح المفاوضات المباحثات التي كان يقوم بها الوزير الأمريكي جون كيري. ففرنسا الحقيقة بتبحث في هذا الموضوع. يعني أنا أثير معي المرة الأولى من وزير الخارجية لوران فابيوز في سبتمبر من عام 2014 في أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم حضر الوزير فابيوس إلى القاهرة واجتمع باللجنة الرباعية التي شكلها المجلس الوزاري والمكونة من مصر والأردن والمغرب وطبعا فلسطين، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتبحث الموضوع من جميع جوانبه. ثم أثير مرة أخرى وحضر الوزير الجديد جان مارك يورو وتباحث معنا حول هذا الموضوع. والمطلوب الآن من وجهة النظر الفلسطينية